السلام عليكم. انا من مواليد التسعينات، وبالنسبه لي التسعينات وبدايه الالفينات كانت احسن وقت الواحد يعيش فيها طفوله. ايام لما كنا نروح المدرسه وما نعملش حاجه، ايام البلايستيشن 1، ايام لعبه البيره ايام لما كنا نلعب لعبه الكوره الحمراء على الموبايل، وايام الماسنجر MSN. فاكرين MSN يا جماعه؟ ايام لما كنت تقوم باعت كلمة سلام تقوم طلع لك سلام وحاجات غريبة طلع منها كده. نستالجا. وطبعا جزء كبير من طفولتنا كان للكرتون، وخاصة سبيستون. فخلونا نرجع ورا شوية علشان نفتكر قد ايه طفولتنا كانت عظيمة. بالنسبة لي انا الكرتون هو نوعين، النوع اللي انت بتتفرج عليه للمتعة، والنوع اللي انت بتشتري الالعاب بتاعته وبيتحول هو للحاجة اللي انت بتلعب بيها 24 ساعة، سواء مع صحابك او لوحدك. انا شايف بقى ان كان في اربعة هما اللي كانوا مايلستونز في طفولتنا، كانت حاجة تطلع تعلق معانا جدا ونقعد نشتري العابها، وبعدين لما تطلع الحاجة الجديدة نسيبها ونروح لها. في البداية انت ممكن تقولوا ان بوكيمون واحد منهم، ولكن بصراحة بالنسبة لي انا بوكيمون ما تعلقتش بيه قوي وانا صغير، لان كان دايما يقعد يقولوا ان بوكيمون اسرائيلي وبيجيب سرطان وهيمنعوه في الامارات. نفسي اعرف مين اللي كان بيطلع الحاجات دي. المهم، اول كرتون علق معانا واحنا صغيرين، سابق ولاحق، فاكرين؟ انطلق يا ماجنم. نستالجا. يا لهوي على كمية الفلوس اللي اتصرفت في عربيات سابق ولاحق، وكله كان بيتعمل علشان امل واحد بس عندك كده، ان انت تحط العربية على الارض وتخلي العربية تمشي وانت تقعد تجري ورا العربية. دايم. وبعد سابق ولاحق دخلنا على بي بلايد. بي بلايد ده كان اكبر كدبة في العالم، كنت تشوفهم في المسلسل وحماس والاغنية تحمسك ويقعدوا ويقعد يلف بالنص ساعة، ولكن في الحقيقة لما انت كنت تجيبه كنت اول لما تشده كان اول لما يخبط حاجة يقف. وبعدين رحنا لسوبر سونيك سبينر، وبالنسبة لي ده كان اخر كرتون على سبيستون الناس اتعلقت بيه، لان في نفس الوقت كانت الام بي سي 3 فتحت وناس كتير بداوا يروحوا هناك. كنا فاكرين ان الام بي سي 3 للكبار وكده. دايم. كنا دايما بنتفرج على استاذه دانيال شافعي، كانت الكراش بتاعنا واحنا صغيرين. اه والله. واخر كرتون اتعلقت بيه وانا صغير كان يوجي، كان يجي من الاحد الى الربوع الساعه 4:30 بتوقيت السعوديه، عمري ما هنسى. تعرفوا انا يوجي مأثر فيا جدا لدرجه ان الكروت لسه موجوده عندي وانا لسه متفرج عليه من كام يوم. لو في بنات بتتفرج على الفيديو، انا كل اللي قلته كذب على فكره، يعني هزار عادي بس. ولو في بنات بتتفرج على الفيديو ومتقبله الموضوع عادي، اهلا. المهم، خلونا دلوقتي نسيب الكرتون اللي كنا بنحوله للعب ونروح للكرتون اللي كان متعتنا، اللي كان حياتنا. مين يا جماعه فاكر ابطال الديجيتال؟ نستالجا. فاكرين وانت بتتفرج على ابطال الديجيتال تكون كل حاجه ماشيه تمام والدنيا عادي، ومره واحده اول لما تسمع صنديد قادم تعرف shit just got real خلاص؟ ولا كرتون القناص كم لمعت عيناه؟ قلبي. وكرتون سلام دانك يا جماعه، مين فاكر كرتون سلام دانك؟ كان اي جيت هللويا. ولا المحقق كونان، ده كان دماغ تانية لوحدها كده. تعرفوا بقيت بشوف في الجامعة كده شباب شايفين نفسهم بزيادة، بيمشوا في الجامعة كده مستحقرين كل اللي حواليهم، اللي هم عايزين يبينوا انا الجامد فشخ. انا بقى نفسي امسك واحد من دول اخليه يفتكر اصله، اروح اقول له يلا، يعني انت كان هدفك في الحياه ان انت تعمل ضربه فان داي القاضيه. دلوقتي احنا لو فضلنا نتكلم عن الكرتون مش هنخلص، لان كان في كتير بنتفرج عليه واحنا صغيرين. دلوقتي انا عايز اركز في حاجه مهمه جدا في الكرتون، وهي الاغنيه. الاغاني كانت حلوه جدا، وكان في كده اغاني كانت بتيجي ما بين الكرتون. ها، انا كده بدات العب على الوتر الحساس، ولكن انا بقول لكم جربوا اسمعوا الاغاني دي دلوقتي، لسه ليهم قيمتهم. They still hold up to this day. اسمعوا معايا يا جماعة، اسمعوا، استنوا البيت دروب، اسمعوا. الوقت يضيع وسأمضي في الحال، فالصداقة أقوى من أن تضيع في جدال. الصداقة أحلى هدية فيها أحلى من ذهبية.
في اغاني كتير جدا كانوا بيتعرضوا في النص. انا فاكر من اكترهم اغنيه ابطال الديجيتال الجزء الثالث، مع اني ما كنتش بتفرج عليه ولكن كنت بسمع الاغنيه كتير. وفي بقى اغنيه دي اللي بينطبق عليها نظريه البلاجافيا او لا مؤاخذه، حلو صغير جميل مثير في طوله يبدو قصير. ايه حلو صغير جميل مثير في طوله يبدو قصير. اي ايه انا عاوزكم يا جماعه تتخيلوا معايا اب يدخل على ابنه وهو بيغني الاغنيه دي، حلو صغير جميل مثير في طوله يبدو قصير. انا ابني جاي، انا ابني جاي، انا ابني جاي. دلوقتي انا عايز اروح للكرتون اللي بيتعب، اللي بيقطع القلب على طول. الدين انا واخي، انا واخي. اديني من يعرف كيف يكون، من يعرف كيف يكون محبوبا الصوت. اديني ريمي، اديني بائعة الكبريت. بجد انت لو ما كنتش بتقشعر او بتعيط وانت بتسمع الحاجات دي زمان يبقى انت فيك حاجة غلط بجد، يعني you have issues. أو ممكن أنا اللي عندي issues. ها؟ كبريت كبريت. وبس كده. حاولوا يا جماعة تنشروا الفيديو ده على قد ما تقدروا علشان كلنا جيل التسعينات نسترجع طفولتنا مع بعض. عندي ليكم سؤال، إيه أكتر كرتون كنت بتحب تتفرج عليه وأنت صغير؟ بالنسبة لي أنا زي ما قلت أنا كنت بحب أتفرج على يوجي، وبصراحة كده بيني وبينكم كنت بحب أتفرج على باور باف جيرلز. قولوا لي إيه أكتر كرتون بتحبوه في الكومنتات بتاعت الفيديو ده، وما تنسوش تعملوا شير للفيديو. المرة دي عايزين نوصل الفيديو ده ل 3000 لايك في أقل من أسبوع، ولو أنت بتتفرج على الفيديو ومش مشترك في القناة اشترك في القناة. أنا محمود إسماعيل وأشوفكم إن شاء الله في الفيديو الجاي. سلام.